بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. النهاردة يا جماعة فيديو جديد نتعرف فيه على بعض المعلومات عن فاكهة الكاكا. الكاكا يا جماعة هنشوفها وهي خضرة تمام، وإن شاء الله فيما بعد لما تطيب إن شاء الله هنشوفها وهي مستوية وزي الفل إن شاء الله. هنشوف شكلها وهي خضرة تمام. حاليا اهي دي الكاكا زي ما انتم شايفينها، دي شكلها وهي خضرة كده تمام. في تاني هنا كتير اهو ما شاء الله. دي الكاكا وهي خضرة. طبعا الكاكا بترمي في شهر امشير اللي هو شهر 3 تمام. دي واحدة واعي في شكلها كده اهو تمام. ده العنق بتاعها تمام، زي ما انتوا شايفين يعني شكلها دايما بيطلع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. دي واعي تمام. قلنا ان هي بتبتدي تبشر الرمي بتاعها في شهر 3 اللي هو شهر امشير. بس دي يعني يعتبر اطول، يعني الفاكهة دي اللي هي الكاكا بتاخد أطول مدة إلى أن تستوي، يعني بتقعد من شهر 3 إلى شهر 9. يعني بتطيب، بيبتدي إن هي تطيب في أول 9 بس بتطيب على الشجر. طبعا الفاكهة اللي أنت بتشوفها الكاكا اللي في السوق دي ما بتبقاش مستوية على الشجر، يعني مش مستوية على أبوها زي ما بيقولوا. هنا طبعا احنا بنسيبها لما تستوي خالص، بتبقى زي الطماطم كده، بس بيبقى طعمها هنا من يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا غير اللي في السوق خالص. لان اللي في السوق طبعا انتوا عارفين ان هو متقطع بدري ومحطوط في تلاجات او مكمور او حاجة زي كده، يعني بيطيبوه بعيدا عن الشجر. دي واحدة واقعة بالوردة بتاعتها، يعني بالثمرة بتاعتها زي ما انتوا شايفين، يعني بتطيب في موسم البرسيم، يعني هي بتطرح في اواخر موسم البرسيم وبتقعد يمكن حوالي 6 شهور لحين ما تستوي. بس هنا بنسيبها زي ما قلنا ان هي بتستوي على الشجر، انما اللي في السوق يا جماعة ده بيستوي يعني غصب يعتبر. ان شاء الله اول ما بتستوي ان شاء الله فيما بعد هنطلع فيديو ان شاء الله، وهتشوفها وهي مستوية هنا وهتشوف شكلها ان شاء الله. بس بيبقى طعمها من اجمل ما يمكن. دي شجرة الكوكا زي ما انتم شايفين، هي عليها رمي كتير ما شاء الله بس مش باين يعني من الورق. يعني هنا هو في الحتة دي بس فيها 4 حبهيات زي ما انتم شايفين، وهنا برضو بسم الله ما شاء الله في هنا يمكن حوالي 10 بس هو مش باين لان لونه اخضر بلون الورق. ان شاء الله انتظرونا في كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.